برجع مع حضراتكم مرة تانية. امبارح كان في ماتش فيوتشر بيلعب ولقينا أحمد رفعت، أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر فجأة وقع على الأرض. مشهد يمكن اللي هتشوفوه قدامنا. المشهد ده مشهد عامل مشكلة كبيرة جدا امبارح، لأنه أحمد امبارح مش عارفين إيه اللي جراله، إيه اللي حصل له. كان مباراة فيوتشر مع مودرن فيوتشر مع الاتحاد. وقع أحمد رفعت على الأرض زي ما حضراتكم بتشوفوا كده، حاولوا يعملوا يعني إفاقة في الملعب ما عرفوش، عربية إسعاف خدت أحمد على مستشفى لحد دلوقتي مش عارفين إيه الوضع لحالة أحمد وإيه اللي حصل لأحمد. لأنه في بعض الأخبار امبارح وبعض الحاجات اللي طلعت امبارح، وهيكون معانا الدكتور جمال شعبان حالا عشان يقول لنا إيه الحكاية وهذا المشهد اللي اتعرض ليه اللاعب أحمد رفعت. قالوا إنه قلب توقف ساعة ساعة ونص، ما أعرفش هل ده صحيح علميا طبيا ده صح ولا لأ. دكتور جمال أولا مساء الخير، ماذا عن أحمد رفعت؟ إيه اللي حصل تفتكر لأحمد هذا اللاعب امبارح فجأة وقع على الأرض ومن امبارح النهاردة مش عارفين وضعه الصحي إيه؟ مساء الخير لحضرتك ودعواتي ودعوات كل المصريين بهذا اللاعب الخلوق اللي قلوب المصريين كلها التفت حواليه امبارح، يا رب يعني يتم شفاه يا رب. الحقيقة التوقف القلبي أو السكتة القلبية المفاجئة عند الشباب الرياضيين دي من الحاجات اللي بتبقى درامية جدا، هي من رحمة ربنا إن هي نادرة، يعني مثلا 1 في المليون في السنة، لكن عشان اللاعب بيبقى معروف وفي تسليط عليه جماهيري وتسليط إعلامي فالناس كلها بتزعل وبتتلف حواليه. يعني نعم المفروض تحت سن ال 35 عشان زي كده حاجة تحصل يبقى ده خلل كهربي في القلب أو اعتلال في عضلة القلب مفاجئ. نادرا ما تكون جلطه في الشريان التاجي في السن ده، لان بعد ال 35 الجلطات هي بتبقى اكتر. واحد يقول لي طب ازاي هو ماشي كده وبيلعب؟ حبيبي في الدنمارك إريكسون نفس القصه حصلت له، توقف قلبه واتزرع له بعد كده جهاز صدمات ورجع للعب بتاعه بعد كده. وبرده كان مر باختبارات صحيه في اعتى الدوريات العالميه وانظمه صحيه سليمه جدا. نعم يعني عايز اقول الخلل الكهربي ده يحدث فجاه، يحدث زي ده هو ماشي وفجأة وقع. بس هو يبدو ان هو حس بالدوخة قبلها، انا قعدت اشوف الفيلم بالراحة كده. هو يبدو ان هو حس بالدوخة قبلها لان السقوط بتاعه كان نازل بطريقة فلات، يعني نازل على ظهره كده مسطح. كأنه نازل زي الورقة كده، يعني كان نازل بطريقة غريبة. فقد الوعي قبل ما فقد الوعي قبل ما يقع على الارض. ما عجبنيش طريقة الانعاش بتاع زمايله، يعني المفروض ان الناس متعلمة البيزك لايف سبورت اللي هو التدليك على القلب. اول ما يعني هو اول ما ينادي له قاعد يحرك في رقبته، لا انت تنكفئ على صدره وتعمل له مساج، لان يعني اول 5 دقائق دي بتبقى حاسمه في انقاذ القلب والمخ، لانه انت ممكن ترجع القلب. لا اللي حصل في حاله هنا بيرفعوا دماغه، بيرفعوا دماغه بيكشفوا. لا ما يرفعش دماغه، المفروض ان هو بس بيعمله على جنب كده وبعد كده يروح على صدره، ملوش دعوه بقى برقبته بقى، يعني ملوش دعوه. دكتور جمال هنا افتكروا يكون بلع لسانه، يعني كانوا حتى بيحاولوا يفتحوا بقه. لا ده برضه من الاخطاء الشهيره، بلع اللسان ده بيبقى نتيجه فقدان الوعي، لكن هو المهم القلب، القلب لو رجع بسرعه كل ده هي. اللي حصل يعني الناس اتلفت، انا قعدت اراجع المنظر كذا مره، ما حدش انكفأ على صدره وعمل له المساج، المساج ده حاسم وحي في اول 3 دقائق. ودي اللي بتاثر على المخ بعد كده. الله مش هنا مش في اطباء المفترض مع الانديه ديت موجودين وهو نزلوا؟ المفروض ان هو عم جاله الطبيب. يعني ساعات الناس بيدخلوا في بانيك اتاك وتبص تلاقي يلا الاسعاف والجمهور، واحد اتنين الاسعاف فين؟ الجمهور ولا استاد الاسعاف؟ انا كان نفسي ان احنا كان يقود العمليه زي ما حصل مثلا في حاله إريكسون. اللعيبه تلف حواليه ويقعدوا يعملوا له انعاش داخل الملعب حتى لو استلزم وجود جهاز صدمات، وانا مش عارف كان في جهاز صدمات ولا لا. انا سمعت قبل كده ان كان في تزويد للملاعب أجهزة الصدمات اللي هي بتعمل الانعاش. فده كان ممكن يبقى حاسم في اول دقائق برضه. هو اتنقل والحاجات دي كلها اتعملت له في المستشفى. بس على الاقل 10 دقائق عدت. اول 10 دقائق دي بتبقى حاسمه جدا. لان القلب ممكن يرجع بعد ساعه. لكن المخ حالته الله اعلم بيها بقى. كميه التلف الخلايا اللي اتاثرت قد ايه محدش يعرف، بس اللي احنا عرفناه من الدكاتره المعالجين ان هو درجه الوعي ما كانتش كويسه، وان كان في هبوط حد في الضغط، وان هو كان على جهاز التنفس الصناعي. واللي بيتحط على جهاز التنفس الصناعي معناه ان هو ما بيعرفش ياخد نفسه، فمعناه ان هو درجه الوعي مش كويسه. وبرده الضغط والعلامات الحيويه ما كانتش مستقره لغايه اخر تصريح للدكاتره بتوع اللي هناك. وماشي على ادويه تحسن شويه حاله الدوره الدمويه، فالحاله ما زالت غير مستقره. طيب دكتور جمال، هل ده مرتبط يعني طبعا في صيام وبالتالي الماتشات بتلعب الساعه 9 ونص وبالتالي لا هل دي لا فتره لا مش مرت لا
طب ما هو زمايله كلهم مش معنى هو بس اللي حصل فيه كده، لا هو عنده استعداد. في حد قال لي بس انا مش متاكد من المعلومه ان هو والده مات بنفس الطريقه، الله اعلم، لان في السكته القلبيه او التوقف القلبي المفاجئ ده بيبقى فيه استعداد وراثي. في حد بلغني كده بس مش متاكد، الله اعلم من المعلومه دي، ان في تاريخ عائلي بالتوقف القلبي المفاجئ. كده ولا كده ربنا ان شاء الله يتم شفاءه، ولكن الدرس المستفاد لازم نعلم الناس قواعد الانعاش القلبي الجمهور. لازم اجهزه الصدمات تبقى متوفره في كل الملاعب. لازم حد طالب جميع الانديه بتلعب ماتشات عندها اجهزه الصدمات تبقى موجوده. لازم الفحص الدوري القلبي، وفي عندنا دلوقتي مراكز قلب رياضي تشوف القلوب الاطفال والشباب اللي بيدخلوا في الرياضات التنافسيه الصعبه دي بصفه دوريه، كل شويه يعيدوا رسم القلب، يعيدوا الموجات. لو احتاجنا رنين مغناطيسي نعمله، ابحاث متقدمه زي دراسه كهربائيه على القلب نعملها. الامور ما بتتاخدش كده، طب القلب الرياضي تقدم جدا ولازم نطور برضو وسائلنا في تشخيص هذه الحالات. دكتور جمال شعبان بشكرك شكرا جزيلا وكل التحيه لحضرتك.